السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في حلقة أخرى من حلقات مسح الغبار. لقاءنا مستمر مع الصحفي حميد المهداوي. حميد مساء الخير. مساء الخير بشرى. مرحبا بك معنا. شكرا. حميد أولا هنيئا لك النجاح. شكرا. شي كلمة بهذه المناسبة. شكرا لك بشرى والله يبارك فيك. بخصوص يعني هادشي ديال الامتحانات، أولا أنا سعيد جدا وفرحان، وكنشكر كل من كان له فضل. هذا ماشي انجاز ديالي بوحدي، طبعا ما يمكنش نجيب هذه النتيجه كل ما كانش مساعده ديال عدد من الناس، فيهم انت الاستاذه بشرى الضوري لعبتيه باش جبتي لي الكتوبه وسط الحبس وكذا، الاسره كامله، الاستاذ العظيم في هذا المجال كنعقل الاستاذ في الشاري، وانت عشتي معايا هذه اللحظات الجميله كيفاش مشى جاب لي البوليكوب، وكيفاش لافاك الاستاذ مسكين في الشاري مشى للجميع وجاب لي البوليكوب وداك بالطنوبيل، وملي نجحت وجاب لي الورد، وما عرفتش هضرتك على الورد ولا لا، من جاب الورد ما بغاوش يدخلوا لي السجن، قال لهم هذا سجين جاب نقطه رائعه خصو تشجيع مع الاداره ودخل مفاوضات، ودخلت داك الورد ربما انا اول وقيله سجين مدخل بوكي الورد لغرفه السجن وحطيته عندي، سير الشاري مسكين باش يشجعني. هادو الناس العظام، هادو الناس العظام. وبالمناسبة بشرى اليوم عاد تعلقت النتيجة، كيعيط لي سيف الشاري من بعد شحال هادي ما هضرتش معاه وكيهنئني، والله تبادلنا واحد المشاعر ديال غريبة الأطوار، لأن داك في الشاري والسادة المحامون كاملين كان عندهم واحد الدور كبير، خصوصا في الشاري هذا رجل إنسان بزاف وكيمثل المدرسة الاتحادية الأصيلة، دوك الاتحاديين ديال بكري فهمتيني، ديال السي بوعبيد والسي ماشي ديال دابا، يعني اتحادي حقيقي والله ما يعقرك والله يبي. مع كامل الاسف بعض الاتحادي اليوم بعضهم تنقول ماشي كامل ولاو كيلعبوا واحد الدور خطير ضد الثقافه وضد كل ما هو جميل. مع كامل كيجاك التفاعل ديال الناس مع الناس المغاربه زوينه نفرحوا لي بزاف، حيت انا كما كتبت في التدوينه وغنعاودها للناس، ماشي كلشي كيشوف صفحتي في فيسبوك بشرى، انا علاقتي بالقانون علاقه عشق قديم، تنعشق القانون وعن طريق واحد الاخ ديالي كبير، فكان هو مسجل في مكناس وانا حنا ولاد خنيشات، انا واحد سيدي قاسم ملي كنديو البكالوريا في الخنيشات اما نجيو لمكناس او كنمشيو لقنيطره، هذو هما الاختيارات اللي كانوا عندنا. كان واحد الوقت كذلك فاس بعضهم قليل، فمكناس كيقراو الاقتصاد والايكونومي والادب العربي، كاين جوج ديال قنيطره ما فيهاش ليكونومي ديك السيك والقانون، بالنسبه لاصحاب العلوم كيمشيو لمكناس اللي ما لقاش، او اصحاب الادب كيمشيو للقانون لمكناس، اللي ادب عربي ولا كيجي كيدير تما. بحال دابا انا ما لقيت غير الادب العربي ذاك الوقت، خديت الاجازه فيه ما كنقش من هذه الشعبه، حتى هي شعبه العلوم كامله والثقافه كلها مزيانه، ولكن القانون كل واحد كيبغي. انا كنعشق القانون كما قلت لك، كان الاخ كيجي لافاك وكنت كنأطر بواحد الشخصيه ديالو، فكان كيعجبني ندير القانون ما لقيتش، ولكن حيت هما جوج خوتي في مكناس، واحد دير الاجازه القانون واحد ديكورومي، ما بغيتش حنا ثلاثه الخوت كلنا نلقاو في مكناس، فبغيت انا ذاك التميز، ربما دخلت في شخصيتي فهمتيني. يعني ماشي دائما انا بحال الجميع، تنبغي نكون ربما دابا انا عاد دابا طاحت ليا، علاش ربما غير جانب هكا خصني نمشي لقنيطره، لكن هما في مكناس فانا في عالم اخر. مشيت حتى لقيت راسي كيفاش تجد في الادب العربي ما فهمتهاش، يعني صافي خديت الادب العربي الحمد لله، حتى هو كنت فيه متفوق، حتى بقى عندي هذا الحلم. وانت عشتي معايا هذه التجربه ونقولها للناس، حتى بغيت نقرا القانون سيرتو في المجال الصحافه، علاقه وطيده ما بين القانون وما بين الصحافه، كلها كنخدموا على القانون، لا في علاقه بالكتابه، لا في علاقه بالاتصال مع عباد الله، لا في علاقه في الاخبار، ولا في علاقه حتى كتكون شي متابعات، لان كنشتغلوا في لو ريسك، فدائما خص تكون عندك ثقافه قانونيه. الى عقلتي جامعه محمد الخامس في الرباط فتحت تسجيل الموظفين او الخواص او كذا، وكنا تسجلنا كنقراو من الخمسه للسبعه العشيه او من السته للثمانيه، اعطينا 2000 درهم العام الاول، 1000 درهم في 1000 درهم، وانت 2000 4000 درهم نقراو انا وياك، لظروف عمليه ولظروف التزامات وكذا ما قدرناش، وكنت كنمشي لافاك واحد النهار شويه ما قديتش، خصني نشوف السيت الاخبار المشاكل التقنيه، خصك تشوف الكونطابل، خصك تشوف كذا، ما قدرش تعصبت. العام الثاني غنوليو نسجلوا، على عقلتي زادوا 2000 ولا 4000 درهم، خلصت 4000 درهم في 4000 درهم انا وياك، عاوتاني ما قدرتش، جا الاعتقال مع كامل الاسف، دخلت للسجن. العام الاول كانت لظروف السجن كتكون ديك الدوخه الاولى عالم جديد، عاد مشاكل باش تفهم علاش مشدود ما عارفش. من بعد العام الثاني ويا كتجيني الفكره ديال التسجيل، جات من عدد من الاساتذه المحامون، من عدد من الاصدقاء، منك من الاسره من العائله، كلشي كان، وانا تبروا لديك الفكره، وباقي كنتذكر سبحان الله العلي العظيم، عيت نتسجل بذاك الباك القديم، ما فياش باش ندوز باك جديد ونتسنى وكذا، ما بغاوش. وهنا غنوقف عند واحد النقطه، ما بغاوش يسجلوني، جاو قالوا لي والو. واحد النهار كيدخل عندي المدير الجهوي
كيدخل عندي المدير ديال السجن، اش كنقول لك السجن فيه واحد الثقافه ديال النفط مقابل الغداء، كيتفاوضوا معاك بشي حاجه مقابل هذه. كنت داير اضرب مع الطعام ولا مع شنو كان، المهم جاو عندي بجوج، المدير جاو بعدك الساعه هو كيهضر معايا وكذا المدير الجهوي، وانا نقول له وانا نغتنمها فرصه، يلا قال لي لا عرفت انا حتى انا ولات عندي ثقافه الاداره، فهمت كيفاش نخدم. قلت له انا تجينا شكون بغا يسجلك؟ ويز التليفون هكا وعيط للمشرف قال له فلان المداويز ما سجلش صافي. لا غدا كنتلاقى المشرف قال لي سجلتك في البلا، تنعاود لك هادشي حقيقه لله وللتاريخ. سجلوني يا بشرى صافي، بديت كنقرا كيما بون نجحت الحمد لله الظروف لا ما نعاود لك، خديت لي مونسيون الاولى مونسيون الثانيه الثالثه الرابعه حتى لهاد جميع السنوات خديتو فيهم كاملين خديت فيهم لي مونسيون، ولكن اصعب فتره هي ما بعد الحبس. سبق لي قلتها والناس بزاف ما قدروش هذه الفتره، انا تنقول الناس مستقبلا يستافدوا، اصعب فتره كيعيش السجين المعتقل السياسي هي ما بعد الحبس، ماشي اثناء الحبس ماشي قبل، فتره البناء تيخرج ضايخ، تيخرج خصو يرمم علاقاته، خصو يرمم تجربته، خصو اسرته ولادو عائلته خدمته مقاولته، هنا كيحتاج للعون. وجي واحد النهار غنفاجئ المغاربه بعض الحوايج، ماشي وقت نقولها دابا، ما بعد البناء لحقاش كاين شي حوايج عشيره الحقائق بزاف ابو شرى غايبه بزاف بزاف بزاف، الناس كيتب نهار الناس تعرف شي حوايج غيتصدموا، شكون اللي قدم لي هاد العون من خرجت؟ شنو هو تخرج من الحبس شكون اللي مد لك غير بيسي؟ اي بيسي باش تخدم؟ شكون؟ شكون اللي عطاك غير تليفون؟ انت خارج ايه ما معطوب؟ فهمتي هاد التفاصيل ما بغيتش ندخل فيها الجمهور دابا لان غتخلق واحد الجو حزن. خلينا في الفرح ديال النجاح. انا مأكد لحقاش داك الشيء مرعب، راه فرق بين الشعار والهضره غليظه وبين الواقع، تلقى واحد كيوقف معك ما عنده لا ماركسيه ولا اسلام ولا قومي ولا ليبرالي ولا يقدر يدير معك شي حاجه اللي ما تجيك على بالك. فالبناء دائما كما قلت لك هو صعيب، وكما تيقول محمد الخامس اللي عقلت المقوله في الخطاب ديالو الحسن الثاني قالوا خرجنا من الجهات الاصغر الى الجهات الاكبر. مرحله البناء ديال الدوله المغربيه اكثر من الاجلاء المستعمر، فتره صعيبه وصعيبه جدا. فاش خرجت خصني ندير المقاوله، خصني نشوف المقر، خصني البيسيات باش نخدم، خصني التليفونات، خصني الصحفيين، خصني نمشي نجيب بطائق الصحفيين السينيسيس، مشاكل بشرى تصوري وسط هذا الجو علاقاتك الناس الاتصالات بالتليفون بلا ما ندخل بعض التفاصيل، كيفاش واحد خصك تقرا الكور وتوجد وتمشي تجيب الكور وتطبع وكور كيجيك بعد مره ماده قالك فين غتقراها، خصك تبغى لي ندير الاخبار، خصني نوجد الحلقه المصوره ديالي، خصني نصور معاك انت، خصني نشوف لي فيديو، خصني نمشي نشوف الوليدات، خصني نشوف هادشي راه هادشي عشتي معايا هادشي دابا هذا كيبان له غير كيف واحد اللحظه راسك عندك البحث، خصك تمشي لمراجعة البحث، خصك تناقش الاستاذ، خصك كيف دير هاد. والله عز وجل الحمد لله نجحنا، كنرجع الفكره نقول رب ضاره نافعه، فالناس من يوقع لهم شي مشاكل يحمد الله، احيانا كتكون شي اشياء كتبان لها خايبه ولكن راه فيها فضل وفيها خير، حتى واحد ما يتقلق من داك الشيء اللي كيعيش، اي حاجه حاول تستثمرها، اي الحياه كلها استثمار، شتي في السبيطار تقدر تستثمره، ملي تمشي السبيطار، مشي طرق من طرق، تلاقى الناس دير الخير مع شي واحد تستافد تعرف، تمشي للحبس تستثمر هذه اللحظه، تمشي انا بغيت نقول اي انسان المحنه يحولها لمنحه. اي فرصه الانسان يقدر يثبت فيها النجاح تصوري عن طريق الحبس، فقدرت نقرا القانون اللي كنعشقه، واليوم انا الحمد لله سعيد وكنعتبر كما قلت في التدوينه بحال اللي محيت داك الالم ديال الحبس، الجرح ديال الحبس، اليوم عاد تصالحت مع ذاتي، اليوم عاد تشافيت، حسيت براسي الحبس مقابل هذا، خديت اجازه تاهون ثلاث سنين ما خرجتليش خاويه. ولا بد بشرى ما نشكر الساده الاساتذه اللي كيقريوني في لافاك كاملين اللي قراوني واللي حرصوني واللي صحوا لي واللي ناقشوا معايا البحث، واحد جوج اساتذه استاذ بوزلماط رائع رجل طيب، واستاذ اللي كان معاه ما عقلتش شكون هو رجل واحد استاذ رائع جدا جدا، والاستاذ بن عيسى رجل رائع، والاستاذ تراك حسن بغيت نسمي لك هذه الاسماء كنحييهم بزاف، واحد الاستاذ غادي نسيتو بشرى اسمه رائع تي عزيز عليه انا، والحمد لله وصل لافاك ملي كنمشي تما اسدي كيفاش كيعاملوني كاملين كاملين الطلبه كيفاش كيعاملوني، ربطتي علاقات مع الطلبه؟ وي لا المغاربه زوينه بشرى، المغاربه من اروع شعوب العالم اقسم لك بالله اللي كنخرجها من قلبي، الا ضحيتي واخا يبان لبنادم كنحس بنادم مسكين كي شافني وكيفاش الحبس وخارج ثلاث سنين وما غيدير اجازه فكيشجعوا قدموا لك مساعده بزاف طلبه يا اختي، واحد البنت سميتها سوميه ما نساهاش تتفنى الدنيا، واحد سوميه مسكينه دابا راه رائعه واحد البنت مسكينه طيبه جدا جدا، وكنبارك لها الزواج البارح قالت لي راه تزوجتها كانت مسكينه ارمله وعندها وليد، ومنين تعاملت انا معها بزاف ديما كندعي معها تنقول لها شوفي يا سوميه الضحك هذه نضحكوا شويه تنقول راه عندي جوادي
ان شاء الله على يدي غتزوجي. كتعطيني مسكينه البوليكوب وكنبقى ندعي معاها في التليفون وكيعجبها الدعوه. البارح يا اختي كتقول لي حبيبي فرحان قالت لي راه تزوجت سلالي. قلت لها بصحتي فرحت انا وهي وهي مسكينه دخلت المواد دابا كامل وانا دخلت المواد نجحت انا ونجحت هي وتزوجت هي وبقيت كندعي معها الحمد لله طيبه. وماشي غير هي بزاف الموسيقيين عدد من الطلبه مساكن ياسين بزاف الطلبه كانوا معايا في لافاك ساعدوني كانت مساعده كيمدوا لي البوليكوبات كيطبعوا كنساها كيبداو يقلبوا عليا. ديك الايام مثلا كاتب التدوينه كنقول القصف بدا القصف مع واحد الزميل ويدخل عندي الموسيقى كان يقلب وقالت لي نسى عليك القصف دابا القصف ديالي ماشي حالات كيدخلوا عندي كيقول لي عافاك دخل الجروب كيبداو يحطوني في الجروبات. واحد الطالبه مسكينه كاملين كانوا كيقولوا لي عافاك واحد باش يلقاوني البحث ما لقاونيش شي شهر ويقلبوا على هذا الطالب ما كاينش. انا ما كنتش كنت كيجي حتى 9 دقائق كنطبع وكنقرا شويه الحمد لله بكل تواضع كتنفع ديك الباك جراوند الخلفيات وكذا كنقرا ولكن ضربت تماره قسما بالله العلي العظيم وخديت نقاط مستحقه والشهادات الاساتذه كلهم قالوا لي قسما بالله النقاط مستحقه وكنعتمد على راسي زعما تنقول لك ما كاينش شي واحد انا حتى راه العرتي راه الامتحان والله ما يزهق شي واحد. انا عجبني المراقبه اللي كانت في لافاك حضرت لها ما كاينش النقيله بوش والله ما نقول شي واحد يعني واحد الرقابه واحد راه اللي دا شي نقطه في هذا انا بعدا نهضر على هذيك الجامعه ردها على دراعه كان واحد الضبط كبير وهذا الشيء هذا مطلوب. فلا سمحوا لي كان شي اسئله ما ذكرت سميتهم كما قلت لك بزاف استاذ بن عيسي استاذ بغيت نذكر ذاك الاستاذ ولا ماشي مشتري عنده واحد السميه متوكيل او استاذ رائع فيسمح لي ما عقلتش على هنيئا لك حميد الله يحفظك هنيئا لكاع الطلبه اللي كانوا ونسيت شي واحد ساعدني يسمح لي وهنيئا والاسره واللي تفاعلوا معايا في فيسبوك بزاف هنا دابا جات الفرصه كنشكرهم لاني ما يمكنش نتفاعل مع الجميع كنشكر كل من تفاعل معايا من الاسره من العائله ديالي من خوتي من صحابي من فيسبوكي الناس من الخارج جاتني اتصالات من اوروبا من امريكان قسما بالله من اسيا من محامل. كل اويل محامون اتصلوا بيا انت كنتي معايا اليوم الصباح شحال من اتصال هاتفي فهذا كيعني ان المغاربه رائعين وكيعني بان مساكن هزوا الدقه معايا وكنتالمت وتظلمت وهذا وشكرا كذلك لاداره السجون بشرى شكرا لاداره السجون في هذا الشق انها سجلتني وفرت لي باش ندوز امتحان كلمه حق نقولها ماشي زعما شكرا لاداره السجون وكذلك الناس في المشرفين الجماعيين كانوا في السجن كذلك ساعدوني مشرف جماعي ديال عكاشه عمري ننسى مسكين سي عزيز الله يعمر له الدار سي عزيز ومشرف اخر اللي جا من وراه حتى هو ظريف موظف في المساكن استاذ صلاح استاذ صلاح هذاك خصو كلمه خاصه هاد لافاك هذاك استاذ صلاح اللي كان مكلف المشرف الاجتماعي ديال تيفل الجوج الله يعمر لهم الدار سي عزيز وكانوا بزاف ما عقلتش اخوان وموظفين والسي الحبيب مسكين الله يرحمه كان كيجيب لي البوليكوب فكنشكر كل واحد ساعدني يا ابو شرف انا ماشي لك حميد شكرا كما قلنا كنهنئوا جميع الطلبه اللي اجتازوا هاد الامتحانات وتنتمنوا التوفيق للناس اللي بقى في المرحله ديال الاستدراكيه نرجعوا لمسح الغبار نرجعوا للسجن تيفلت. كنتنا تحدثنا في الحلقه اللي فاتت انه يعني في مجيء واحد السيد سميتو هشام تقلبات هشام الاندلسي هشام تقلبات مولغارو هشام مولغارو تقلبات الحياه في ذاك الجناح اللي كنتو يعني سبق لي بشرى قلت لك عشت العذاب انا بزاف عشت في الادماج للعقوبات عشت العذاب مع الحكه والحساسيه عشت العذاب شي حوايج خرج معقلش ولكن غنعاود اليوم لجمهوركم الكريم هذه كنعتبرها جهنم جهنم غنعيش هي من غير يجيبوا هشام والكارو الجناح ديال غنعيشوا جهنم بمات انا بعدا غنتكرف صابوشر راه اسوء ما عشت هو هادشي اللي غنعاود لك دابا ولدرجه دابا انا توترت تفكرت حتى كان داكشي قاسي عليا بزاف. دابا حنا باش يعرفوا الناس حنا كما سبق لي صرحت السجن ديال تيفل الجوج فيه اربعه احياء حي الف حي باء حي جيم حي دال. حي الف فيه السلفيه الجهاديه هما الاولين كيخدعوا النظام خاص صارم قاصح. حنا باء ما معنى باء تيكونوا السجناء اللي ما مصنفيش خاط عاديين جدا وكاين جيم بحالنا عاديين جدا. دال هما كيخدعوا النظام ديال الالف السلفيه غير هما ماشي سلفيه اما تيكونوا كبار تجار المخدرات او الجرائم الكبرى او الشبكات المنظمه او الغبره او تيكونوا لاباس عليهم تيكونوا او دوليين معتقلين تيكونوا ناس مصنفين ماشي حنا دونك كيخدعوا حتى هما لواحد النظام خاص. ما قليش شرحت هذا الشيء للمغاربه الالف عندهم الفسحه ماشي بحالنا التليفون ماشي بحالنا الزياره ماشي بحالنا اكسيتيرا فكيخدعوا العدد من مقارنه معنا حنا ماشي نفس وكاين التصنيف جيمس ما قليش شرحت لكم هذوك الناس اللي كيتسخروا في الكروات يكون عندهم عاوتاني امتيازات اقل اللي كيكونوا قربوا يساليوا العقوبه ولا. فانا في شنو قلت لك كنت الفوق في حي فحي ديالنا حنا سميتو حي باء كاين لتحت جناح
فوق وحنا في الدروج كطلع جناح وقدامنا جناح وفوقه جناح مزيان. انا فين منين قلت لك كان وقع داك المشكل الغرفه طلعوني الفوق كاين ابو عبد الله جا في الواحد وكاين انا في الثلاثه والخمسه كان فيها الفلسطيني غادي يمشي في حالته لان هشام ولقر ما يلقاش فلسطيني خمسه سته كان فيها بنيامين خالدي مسكين الله يفرج عليه في هذا النهار هشام جابوه العشره قبل ما يجيبوا علي العراقي حيت انا كنت مع الاجانب عرفتي بشرى هشام ولقارو هشام الاندلسي هو واحد الانسان بعد هذا التاريخ تنوثقوه هو انسان طيب خلقا بشهاده الموظفين والسجناء انسان رزين عنده ثقافه سياسيه معتدل في ثقافته رجل وطني رجل ديال البلاد ماشي زعما عنده شي عنده وعي معتدل مخلق ورزين خاطر كي تنقولوا بالدارجه المغربيه مباشره منين غادي يجي عندنا حاله استنفار حنا ما فاهمينش شنو واقع غيبانوا لك الملايا تدخل انت سدوا البيبان كلشي خصو يدخل بحالاته شنو واقع حنا ما فاهمينش علاش قلت لك هادشي غنعيش العاده جابوه من حي دال كان معكم في نفس السجن كان في نفس السجن غير هو في حي دال سال الكاشو على شي تليفون تيقولوا كذا ملي سال الكاشو خصو يعزوه على ديك البلاصه جابوه عندنا باش يخدع النظام خاص فدابا حنا حي باء عندنا ظروف عاديه عيجيبوا لنا واحد الشخص اللي مصنف بلغتهم هما خطر اذا النظام السجني غيتبدل وغينعكس عليا انا ها في عند كرفس دونك شنو اللي كاينه باش تفهمي الفكره كاين حي دابا هذا هو ابو عبد الله هو في الواحد الليبي لاصق على ابو عبد الله باب كبير كيتفتح دابا هذاك الباب كيتفتح عاد كيتسمى كيتسمى الكروه كيتم داخل طاق 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 هذاك الباب دائما تيبقى مفتوح والباب وهذاك الباب اون فاس معاه كاينه كوزينه ولاصق على الكوزينه باب كبير عقد بان حداد حتى هو كيتفتح امورنا عاديه حنا مسدود علينا هذاك البلانطو اللي كنسميوه كيجي تسخر خاصك انت تبغي تسخن كاسات شاي يسخن عديسه يسخن كذا يسخن لوبيه يسخن كذا لاحظتي قلت لك سخن عديسه سخن لوبيه ما سمعتش لا ما سخنش كروفيت عديسه ولوبيه تبرمج كتسخن بحال هذا الشيء صافي اذا هذا تفويها نعطيك تفويها التالي كيسمى مفوه الا سريت انا الفسحه ديالي لتحت مع الدريم كنطلع كندوز الكوزينه كنجلس مع داك بلانطو انا خديت ساعه كنضيع واحد ربع ساعه ولا ثلث ساعه ديال التقشا وكناخذ راحتي وندخل كنمشي للكوزينه هذا هو حميد كيفاش كيعيش ملي كنطلع من الفسحه كيكون بريدي كيطيب اتاي وديك العديسه ديالي ولا ديك العيب كتكون كتقي نزق ميلتي صافي غندخل يسد عليا مره كندخل غديوتي وندخل صافي وكنجلس مع واحد ثلث ساعه كنضحك وكذا وكذا مزيانه دابا هو هشام جا شوفي النظام شحال يولي اول حاجه دارت هو داك الباب اللي حدا الكوزينه ولا مسدود تبي معايا مزيان الباب اللي حدا ابو عبد الله تسد اول حاجه انا بغيت برداتي ولا بغيت الماء ولا بغيت اي حاجه ولا فرمل كنعيط لرشيد جوج بيبان بيناتكم دابا كنعيط لك السيد مسكين اللي كيتسخر علينا افلان اجيب لي تيقول البيبان مسدوده المهداوي اش غندير لك عيط على الموظف الموظف ما كاينش هذه دابا معاناه بسبب لان دابا غيزيروا امنيا اولا جابوا واحد لاباري اللي كيدخل تما تي 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 ما كانش ديك تي تي ولات كدار في الباب التحتاني تي 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 كتقلب اله الموظف كيدخل كيتقلب اي واحد دخل لذاك الحياه الحي ديالنا تي 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 اذا هنا غنبقى ناكل العصا حنا ابو عبد الله كيغوت بغا كاسات تيقولوا ابو عبد الله مثلا بغا شي حاجه يسخنها ها ولدي تيقولوا ها ما كاينش هو براسو هذاك السيد اللي كيتسخن في الكوزينه تيبغي يمشي للطواليت يدير غير بيزوان ديالو بيبي ولا شي مسدود عليه تيقول انا بغيت مسدود ولينا كنغوتو بنيامين مريض بغى الفرملي ولات عندنا معاناه ملي كنطلع انا من فوق يلاه كنمشي للكوزينه كيجي الموظف وغنعيش العذاب ماشي مع مجموعه الحبيب العذاب غيبدا مع مجموعه ديال شخص اخر ما نسميش كانت كورونا ديك الساعه كانت كورونا منين تبدل الفوت الحبيب واللي معاه كانوا شويه مطلوقين مساكن واخا جا مولكارو واخا جا هشام ولكن غنعيشوا جهنم من عيشوا المجموعه اللي من وراهم تلاقاو واحد الناس ما نقولكش يخافوا مشكله بشرى غير كندخل حماد دخل غرفتك مالك علاش كذا انا الزعقة لا دابا ادخل لا كيقول لي راه المدير قال لينا يدخل هذاك قال لك سيدي شي مره المدير شافني في الكاميرا وقال لهم هذاك اش كيدير تما هذاك اش كيدير تما بهذه العباره قال لي انا ما عرفتي يا بوشرى عشت العذاب يا بوشرى اذا ولا عندي خصني ندخل مباشر ومشكله غير نفسيه نفسيه ولا عندي غير نفسي داك الشيء تتحس براسك في الاول كتحرك بشويه الحريه ممنوع ان داك السيد اللي كيتسخر علينا
يدخل عندك يطوي معاك ملاي بحال دابا حنا في عزال بغيتي يطوي مثلا الملايات كي غدير الطويل خصو يشد معاك مثلا البياس داك اش كيتسمى ماش كيسميوه الرولو الرولو كيسميوه كنتي نعس فوق بغيتي تهبط لتحت كي يهز معاك هذه شحال كان كيدخل يعاون من نهار جا هشام قال لك يومنا يدخل عطاوه تعليمات هذوك المجموعه اللي ممنوع تدخل الغرف ممنوع تسربي لهم ماكله بلا واقف خص يكون واقف معاك موظف هشام ممنوع يدخل عنده كتسربي له الماكله من عاود لي انت شحال كانت عندكم ديال الزياره هذا الوقت انا كان عندي في الزياره ساعه ساعه في الصباح ساعه في العشيه الفسحه ولا الزياره عفوا الفسحه الفسحه عندي ساعه في الصباح وساعه في العشيه حيت انا خاضع النظام لتحت انا اللي طلعت برغبتي وهذوك اللي معك في هذاك عندهم ساعه وهذاك الاستاذ هذا هشام حتى هو في الاول عنده ساعه كان كيدوزها غير في تحت ماشي ما كيشوف الشمس كيدوزها غير في الكروه ما كيهبطش الفسحه بحالنا يشوف السماء ولا نو كانوا كيشوفها غير كلهم كانوا دوك اللي كانوا الفوق كانوا في الاول بعد عاد بعد ولاو كيطلقوا فهشام انا منين مشيت خليته في انا هشام كنقول لك خلق الروينه باش دخل انا منين هبط الفسحه تيسو السجناء هشام جابوه عندكم حيت دابا كنقولوا هشام ما كنتيش كتعرفوه ما نعرفش هشام والكارو وكان واحد اخر سميتو عادل شي حاجه عادل ود القصر وكان شي واحد سميتو مهماس اللي ديال اكادير دوك كاميونات وكان هادوك كتسماو الريوس السجن كيناقشوهم السجناء يعني راه شي حاجه هادو مهم الفلوس مهم كذا منطقه السجناء فغير هبط الفسحه حميد جابوا عندكم هشام هشام راه واو كتشوفي بنادم غير يصيفط له شلاضه من بلاصه اخرى واحد كيصاوب له شي مويكله زويونه كيتودد له ويتملق له سجناء اخرين معاه في ملفات ولا كذا بالنسبه لهم كانوا في ذاك الجناح ولكن هما شبكه ولكن ما عمرهم ما جمعوهمش هشام وكذا داوهم الحيدان من غير يجي هشام عيبالك من كيصاوب له الباربار مع شي حاجه يعطيه عصير عطيت شي هاد الاساليب ولا كيقول لي واحد خينا عميد شنو معايا هشام شوف معايا هشام فلوس يدبر عليك هشام انا ما يمكنش هو دابا داك صاحب لواحد داك السجين بلا ما نقول لك شكون اللي صاحبي صاحبي تما ها رساله كتب له رساله ورساله حطها له في لاباراي ماشي التليفون وها كيفاش كتخدم الامور وها كيفاش وراه بلا ندير معاه الديور بلا ندير معاه البقاعي وبلا ندير معاه المهداوي راه حداك هذاك صاحبي انا ما نقدرش هو يعني لا عائلته ولا هشام عمري طلبته ولا نطلب شي واحد كاع في حياتي يعني. لا تنقول لك دابا السجناء بالنسبه لهم جا هشام حيت هو بصح ابو شرا هو لاباس عليه عطاه ربي الخير كيدير الخير ابو شرا شتي دابا غتقول له امي مريضه مسكين يعطيك ديك القصه بالله جد مليون ثلاثه عنده رزقه كيبيع ويشري عنده مشاريع وعنده مصاريع وعنده انسان رائع وانسان ديال الخير تيحمق يدير الخير شي بحال هكا دابا نقول له مثلا ماشي كنقول لك انا والله ما عمر هو كنقولها لك ولا هو ولا غيره مع احترامي انا كتعرفيني شي ديك وكان عنده انا ليا واحد التقدير لا يتصور كيحترمني تلاقيتو هضرتو لا كيدوز غير قدامي ولكن كيعرفك صحفي داخل هو رجل محترم انسان انا يقدر يف ما عمركم تلاقيتو هضرتو لا غير هكا لا ممنوع لا ممنوع لا ممنوع معاك انا اول نهار باش جابوه جلست ثلاث ايام كيهضر معاه حتى واحد انا الخوف ابو سر الرعب طريقه باش جابوه ما يقدرش جابوه بقى جالس مسكين يومين ما كيهضر معاه حتى واحد مسدود عليه بلندي هو مسدود عليه حنا مازال فاتحنا واحد البويب هو مفتحوا مسدود عليه الشراجم القضبان وسدوا عليها بوصرة حتى ذاك الباب اكثر من هذا بوصرة ديك الشريجم الصغير ورد الهواء سدوه عليه والصيف ايماجيني وما يهضر معاه لا بو عبد الله ولا بنيامين ولا حتى شي واحد كلشي خايف منه فهمتي اش داروا له ولا بقى واش بامر ولا لحقاش تعليمات ولا على الخوف لا الخوف ابو شرا صافي طريقه هضره واحد السيد خطير وكذا هذيك الهضره اللي كتكون تعبئه امنيه التليفون جاب التليفون كذا كيوقع واحد السيفار كل اللي جاب التليفون كيوقع واحد السيفار اه كاين بعض الموظف والله ما كيدير الروند اقسم بالله وعلى مسؤوليتي شنو الروند الروند هو ما كيجي في الليل خصو يضرب دويره اه كاين اللي ما كيقدرش كاين اللي كيدير لابيل تيخافوا مساكن حتى الموظفين ابو شرا كيفاش عطيتيه شكون عطاه كاين موظفين تعاقبوا موظف ما يقدرش يمشي عنده كاين بعض ما يقدرش يدوز حتى من حداه يخاف الا لصقوا له شي تهمه راه كاين موظفين ابو شرا في بعضهم اللي تعراو هكا وتقلبوا وانا عرفت حاله في عكاشه وقعت حاله كتقلب ابو شرا الا شكوا فيك راه اتونسيون راه موظف السجون راه مساكن يستحقون الدعم المالي والدعم النفسي راه فراس كان الموظف السجن ربما هو راه ملي كيدخل من السجن هو دخل دابا صحابك غير انت اللي كتفتش يا ابو شرا الناس كاع ما كيعرفوا هذه الحقائق الموظف كيتقلب من الصباط من صباطو من رجلو من كلشي كيتقلب هادي ماشي سلوك او ثاني راه تحسبوا لاداره السجون دو علينا وجي علينا لان كاين بعض الموظف اللي كيدخل التليفون وبعضهم دخلوا الحشيش بعضهم هذا رسمي التفتيش لا رسمي ممنوع شي واحد يدخل ممنوع اي شخص دخل نورمال بون كاين تجاوزات واخا يقول لك المدير كيتقلب واش تتقلب المندوب تتقلب المدير المركزي تتقلب هو الاصل راه كل من وطأت قدماه واخا يكون وكيل الملك لجينا ناقشوه
ماشي شغلنا، هذيك مؤسسة أمنية اللي تخلق السوق على التفتيش، يكون وكيل ملك، يكون مندوب السجون، يكون مدير، يكون نورمالمون. غير واش هاد السوق كيتقلبوا هاد المسؤولين هذا نقاش آخر. أما الموظفين الصغار أنا على أي على مسؤوليتي كيتفتشوا مساكن، وماشي عيب، لأنه بصح كاينه بعض، كنقول بعض اللي دخلوا حشيش، بعضهم دخلوا تليفونات، بعضهم دخلوا مصيبة كحلة. اذا خاص الضبط في هذا. فاش استمرت العلاقه معاه؟ بقى داك يعني علاقه محدوده. لا لي زوينه دابا خصو فيك حميد زي شعب. طب انا خصني نحرر دوك الدراري وبسيكي هو مسكين دابا خايف. قال لي نعم شكون معايا؟ هذا المهداوي. اه السي مهداوي مسكين هو دابا عارف كي داير لاباس عليك. اختي انا مسكين ما هضر مع حتى واحد. تفك عليه داك الشيء. خايفين يا اختي انا شنو درت لهم؟ هي طلقت ليهم ورجعت للدار وجلست. عاش يبقاو يديروا له بالهضره خاصهم يهضروا ايوا بدا المعاويد وشنو واقع لك انت. هو شاف صاحبه نكته راه تجلس حداه كرشك خصك تشدها بالضحك. هو يعني قشاش بي تيقشب مع ابو عبد الله بزاف. كنا خلقنا جو كان جو ديال الضحك وديال ومسكين. شحال استمر هذا الوضع؟ استمر هذا الوضع يعني استمر وكانت الالام ابو شرك. انا قلت لك ما بقاش عندنا السيد كيتسخر علينا، ما بقاش في الباب خصني ندخل وخصني نخرج، ولا التقلاب ولا الامن. واه يا بوشرى تألمت بزاف وبقيت كنتغوت وكنتعصب وبديت كنحك وبديت سرت الاجواء ديال رمضان. وكان ذاك الولد هذاك الولد اللي كان مقابلنا كان صعيب صعيب يا بوشرى. موظف؟ لا ذاك اللي كان كيتسخر علينا. عرفتي واحد الدري كيفاش كان محكوم 10 سنين وكان كيبيع الدجاج لدى عند كرون المدينه اللي كان فيها. كيبيع الدجاج حي كيقطعوا. انسان عادي جدا كيفيق مع 6 الصباح كيمشي يجيب دجاج كيبيع. كتمشي تقدي عنده انت كتقدي عنده الدجاج كيبيع لك 4 كيلو والله لا هز فيك العين. عرفتي شحال حشومي وظريف ظريف بزاف. كتوصل 6 العشيه كيدير تقشيره كيخشيها كيتقبها منا ومنا كيبقى يبانوا عينو ومن اخر هو واحد صاحبه كيمشيو لواحد البلاصه يجريسيو. تصور يوميا كيبيع لك الدجاج عادي الصباح 4 كذا تدخل عنده انت ما تعرفوش راه مول الدجاج. إن فوا توصل 6 العشية 7 كيدير تقشيرة هو داير واحد اللعبة تقشيرة وكيبقى يبان عينو. شكون مختص في عملية واحدة؟ كاين واحد البلاصة ما نقولوش باش من المهم السيارات كيجيب سي واحد كيدي شي سيدة في ديك البلاصة بعيدة كيتمجي كيعاودي كيفاش كيدير كيتمجي كيحني 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 كيحني. عرفتي بديك الدجاجة أول عملية دابا شو خص ديك الحجرة تضرب واه كيدهشر. كيكون عندهم جوج سيوفة كيحيدوا لهم اللي عندهم عرفتي شي ديكلاري ما يمكنلكش. صبري ديما هكا العمليات كي درتها دائما العمليات. والخطير كانت معهم واحد البنت واحيانا البنت كانت كتستدرج لهم الضحايا تما كتجيب معها السيد ومن بعد كيتعقوا كيدخلوا كيفرشوا بلا كيحيدوا التليفونات شي كح. واحيانا كيعتديوا على البنات حتى هما واحيانا عرفتي داك الشيء لايق. ولكن كنبقى ملي كيبقى يهضر كنبقى نشوف علاش قدك كنبقى نقول واش هذا داير هذا الشيء عرفتي صافي كيعتذر. هو اللي عاود لك على هذا الشيء؟ هو اللي كيعاود لي مسكين طبعا. دابا الله يعين ظروف الا ما واش عرفتي شحال كلا العصا ديك اللحظه خليت عنده 50 باقا له 50 اخرى. والمشكله الحكم ديالو وقع فيه بعض الناس نفس الافعال خداو عقوبات. هو تيقول كاين شبهات تما ديال شي فساد ولا كذا هو ودار شي كاين الوكيل الملك وبغى يفتح تحقيق. كيفاش كتصدر الاحكام كيفاش كتقرا داك الشيء ابو صالح اللي حليتي الملفات ديال الاحكام مشكل. رجعوا لهشام فهاد الولد قلت لك كان صعيب وكان يا اختي غير تقول شي حاجه هما كيحطوهم. واحد المره كنعقل طلعت من الفسحه جلست قلت له فلان قلت له شي كلمه هو جالس داير هكا الكارو وجالس في الارض ورجلو طالقهم. عرفتي يا بوشرى تصوري كي كيحط رجلو بحال هكا كي كيحط رجلو بحال هكا. قلت انا شي فكره ما عرفتش كي جميله بالله الا ما دارها هبط اسمح فيا خاصو بسرعه يهبطها الرئيس حيد ديك المعلومه اللي قلت له. انا عقل شي معلومه غير عاديه مثلا كتكون شي هضره تحت الفسحه زرقت ليا ولا قسما بالله الا ما بقيت كنشوف ما قلتيش الفكره. واحد المره قال له ذاك واحد تما اكس ماشي هشام والله ما هشام قال له غتجيب شي تليفون كذا شي قال له كذا وندبروا له الحبس باقي طويل وخصك مصاريف. هو كان خايف منه وجا وقالها للموظفين وقالها لكذا واي وليت يعني العذاب عندنا في التفتيش يوميا عاد عن فمان هذيك المعلومه اللي خرج هو الاخر قال له زعما لا بغيتي. كان صعيب وكنت عرفته. فانا كنت كندير بعض المرات كنخليه حتى كيخرج. تصوري واش كنت كندير ما كنتش كنتيق فيه. دابا هذا هو الدروج هذا هو الكوزينه لافابو الا طلعتي في لافابو كتشوف الشبيك. فاش كنت كندير انا حيت حنا في السجن ممنوع تشوف الهواء كنشوفوا غير ديك السمت الفوق ولكن الصور عاد وسيرتو في كورونا تقهرنا
غير الحيوطه بويض من المشاكل اللي كاينه في السجن في الجوج. تصوري ما كيديرولكش مثلا ادماج سجنه يصب لك شي بحر ازرق شي شجره شي والله لا شفتيها هي الحيوطه بويض شي ربيع. كيفاش غدمج السجين وانت ملي كيخشوف على الحيوطه بويض؟ صح بصح وصف لينا الفسحه. الفسحه كيفاش دايره؟ كانوا حيوطه كاملين مقشرين وكانت الارض مقسومه داك السيمه. واول حاجه خلقت معاهم انا نقاش على كنقول لهم هذه الرمله ديال الواد لحقاش غنعرفها عن طريق ومقشر. وكنت كنقول لهم بدوك تنقولها ديما الموسيقيين وكنت حامس حتى هما يسولوا فوقاش غيصبغوا حتى غيجيو دوك المدراء المسؤولين ديال افريقيا. شهر الربيع والله لا شتي الربيع لا ما نقولوش الشجر غير الربيع ابدا نشوف شي ربيع ممنوع باش نشوف ربيع في السجن بس صابغ لكم الحيط بالبيض حيوطه كامل بويض ودوك البيبان اللون ديالهم زرق صافي هما الالوان اللي كتشوف. تصوري بحر ولا شجره ولا شمس ولا وكاين رسامه سجناء فنانين. كان معايا واحد الدري مسكين من وجده ولا شنو كان تحكم ب 10 سنين واش كيدير الرسمه بوشره وكيرسم بمو كيبقى يكتب لمو قصائد. خصك بوشره شي دراسة السجناء كيفاش كيعيشوا. واحد كيرسم مو واحد كيرسم خوتو واحد كيرسم ولادو وهذاك السيد كنفتح له كتاب كيفاش كيرسم مو كيخاطب مو وتيكتب قصائد تيكتب واحد سمحي لي يا امي ما اختاريتش هذا الماء بالدارجه المغربيه وانا امي كنت باغي نكون كذا امي انا عذبتك امي انا تيبقى يكتب له وتيرسم مو وكيرسم راسو كيتخيل هو مو وكيرسم واحد الصوره هو مو كان امي كنت باغي تزوجين وكيرسم هو مو مشاو يخطبوا ديك البنت وكيرسم البنت واسرتها ومشاو يخطبوا وكنبقى نقرا داك الشيء اختي بوشرى لا تتصور يا بوشرى. مراد مسكين عاوتاني ولد مسكين ولد القصر كان عنده ولده كان كيبغيه بزاف مسكين كيفاش كيكتب ديك الرسائل ولده عطاني داك الكتاب مسكين حتى يا بوشرى داك السجين واحد الالام الام بغض النظر في عيلهم مساكن الام الام داك الشيء. تصوري انا كنت كنقول لك كندخل بسرعه كنخطف كنمشي نحط نطلع فوق الدروج بسرعه كنطلع فوق لافابو وكانت شعبط ونبقى نطل على الهواء محيط ديال التيفلت اه كل كتبقى تبان لي تيفلت وحنا المحيط ديالو كيبان لي راه تيفلت راه الديور راه الغابه كنبقى نشوف الشجر وكنطلع في الدروج وكنبقى مشعبط ما خصنيش داك الشيء يجي كنسمع الخيط كنقص دغيا وكنهبط وكنجلس بحال هكا كيدخل ما كيقشعنيش ما كيعرفنيش شنو درت حيت اللي عرفوني طلعت ماشي غتهرب لا ماشي تهرب عرفت سمعت هذا اللي هو ما تشوفوش غير هو كنطلع كنسرق واحد الخمسه عرفتي بلا ما جا داك السيد البلانطو كنبقى نطول 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 واحد عرفتي واحد السعاده كنفرح باش كندخل الغرفه كنكون شويه خرج شويه ديال فهذاك الشيء فاش جاو هذوك منعوني من هذا نبقى ندخل تما هذاك رجعوا كيفاش استمر الوضع؟ بقى هو الحال على هو على ما هو عليه بكورونا كامله حتى خرجتي ولا يعني جات شي حاجه تغيرت لا كان هذا الالام بشرى المدير ما بقاش يجي عندنا بحال مثلا من الحوايج اللي كان كيدير المدير وتقلقت عليها عادي لحقاش الانسان كيجي مثلا المدير كيزور الحي اللي تحتنا والحي اللي تحتنا وكيطلع الحي اللي انفاس معنا ملي كنهبط فسحه تيقول لي مثلا السجناء المدير جا عندكم علاش ما يزوركمش؟ بالنسبه له حنا المغضوب عليهم داك الصف فيه المهشام والكار وفيه اللي يطلبوا شي طلبات ولا كيبعد من كان قبل كان كيجي اه ولا قليل قليل كان واحد العقوبه لدوك كيتسمى غير مقبولين هذوك ولكن انت مصنف واخا حيت جيت مع هذوك وربما انا ما بغيتش يشوفني بالنسبه له انت ميل خاص حاله خاصه اما غتطلبوا شي حاجه غيتحرج معاك اما شي حاجه كاميرا بالنسبه له داك قنابل الليبي قنبوله المهداوي قنبوله هشام والكار قنبوله الخالدي قنبوله عاد عيجي العراقي قنبوله يجي واحد العراقي شي مره كتب للسفاره وتيقول لهم راه حنا 15 واحد في الشومبر هذه كذب فيها هو ماشي حقيقه وكتب شي حوايج وكذا وكذا جات السفاره نضت الروينه غير سالت السفاره مشات بحالها مشاو للغرفه قاعد جمع حوايج اجي دوز الحبس الحقيقي ولا ملي جا اذا غير تمنع من التليفون عاولي عنده التليفون بالعبار كان عنده التليفون تما يهضر تما شحال ما بغى كان عنده كذا كذا غير يدوز هذا التجار الدولي المخدرات العراقي. حميد عن وصلنا لنهاية الحلقة نوقفوا هنا هذا العراقي والأحداث بقية الأحداث نشوفهم في الحلقة المقبلة. شكرا لك حميد شكرا لك ليش باش تقول مسالي واحد القضية خصنا نديروها في الاستفتاء دابا بزاف الناس يقولوا لي نتحول أنا نسولك وأنت يا شنو معاناة العشي وكيناقشوا هذه الفكرة كاين المغاربة اللي كيبغيو معاناة الأسر أو لا يعني الزوجات ديال السجين ولادهم واش خصنا نديرو شي استفتاء يكتبوه الناس واش قابلين هذه الفكره ديال تحول انا الصحفي ونسولك انت من لحظه الاعتقال ديالي كيفاش عشتي السجن كيفاش عشتي يعني مع الاسره مع الوليدات الطريق التران كذا ما عرفتش الا بغاو الناس يتفاعلوا في هذا اسكو مرحبا اوكي لا ماشي حنا نخليو الناس يتفاعلوا ولا كانت صافي اسمحي لي قاطعتك تفضلي. شكرا لك حميد وصلنا كما قلنا لنهايه الحلقه شكرا لكم مشاهدي الكرام والى اللقاء في الحلقه القادمه.